السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بكلمك من استراليا. سؤال لدي هنا بمناسبة الدجاج أو ذبح الدجاج. المتبع هنا في استراليا أن هناك بعض الهيئات الشرعية تشرف على الذبح أو تعطي شهادات بأنها حلال للذبح، ولكن الآن في بعض الإخوة أفروا نقطة، قالوا أن دخل هذه المصانع يتعرض الدجاج لزي التخدير، وربما ينفخ خلال هذه العملية بعض الدجاج ويموت، ولكن هذا مجرد يعني ادعاءات ليس لها يعني نصيب من اليقين يعني. فماذا نفعل؟ نحن كنا سنسألك، نحسبك أمينا، وكنا سنسألك سؤالا: هل الدجاج الذي يصدر إلى بلاد المسلمين يزكى، يذبح ويزكى، وهناك لجنة تشرف عليه، بسم الله، يزكى ويذبح، أو ليست هناك لجنة؟ كنا سنسألك، فإذا كان بإمكانك التفضل والذهاب إلى هذه المصانع ورؤية الحدث بالضبط وتنقله لنا، يكون في فعلت فينا خيرا. نناشد الإخوة الذين في البرازيل وفي الأرجنتين أن يفعلوا ذلك، لأن الدجاج الذي يأتي إلى مصر كثير منهم من البرازيل، وكثير منهم من فرنسا، وكثير منهم من الأرجنتين. ليتهم يفعلون، يوفروا علينا جهدا ويوفروا علينا وقتا، ويذهبوا بارك الله فيهم إلى هذه الأماكن وينظرونها.